السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم أصدقائي شو أخباركم اليوم إن شاء الله بدي أحكي لكم وصفة من وصفات الأستاذ مجدي واللي هي وصفة التمر الهندي طبعا الناس الماشية نظام غذائي لازم يضيفوا هاي الوصفة لهم خصوصا لو أنت تارك العلاج ليش لأنه بتمنع تحلل المايلين يعني بتمنع تقدم المرض يعني بنحكي التمر الهندي تخيلوا انه بنحكي عنه انترفيرون طبيعي يعني هو مش اي زي المنتجات اللي حكيت عنها هو ضروري جدا جدا ان انتم تتناولوا التمر الهندي طبعا غير هاي نحكي اشياء كمان من فوائده الناس اللي بتعاني من فقدان التوازن هو راح يعالج لكم فقدان التوازن وغير الفيتامينات الموجوده فيه وغير انه مضاد اكسده ومعروف أي شيء وهو مضاد أكسدة هو بيعمل على دعم جهاز المناعة وبقويه، الناس اللي بتعاني من إمساك فطبعا هو يعني أنسب علاج لهم التمر الهندي، كمان هو علاج النظر ومقوي البصر وعلاج الإلتهابات، وكمان هو للتخلص من السموم. وهو كمان مقوي للمناعة وبعالج سلس البول يعني شوف الفوائد هاي كلها جميع موجودة في التمر الهندي فهو كمان حكينا انه هو انترفيرون طبيعي وهم فائدة فيه انه هو بزيد الناقلات العصبية بحسن وظيفة العصب وبلين العضلات وبعالج الشد يعني الناس اللي عندها شد وبحتم العلاجات الكيماوي مش ما إلها فايدة فهو التمر الهندي هو بيعالجها يعني ممكن نحكي هو بديل الفامبيرا ليش انه راح يحسن لما تتلين عندك العضلات ويعالج عندك الشد شوي شوي ان شاء الله راح يحسن عندك المشي طبعا الناس اللي معهم سكري يا ريت انه يعني ممكن هو يخفض عندهم السكر فانه يخفف منه أو إنهم يقيسوا مستوى السكر عندهم يعني انتبهوا إله يعني الخلاصة وأخيرا إنه هذا العلاج هو ضروري تتناوله خصوصا حكيت الناس اللي تركوا العلاج لو كاسب اليوم يعني بتخفف أول شي ثلاث كاسات أول شهر ممكن بعدين شهر البادي كاسين شهر البادي كاسة طبعا أنا طريقة استعماله حكيت لكم فيها في الفيديو كيف احنا نستعمله بنجيب باكيت بتحطوا فيه مية وبس تغلي بت... هيك ربع ساعة بس ربع ساعة هو غلي طرحت لكم خطواته بالفيديو هاي الفيديو انا عمليته لكم طبعا انتم ممكن تحلوها لو الناس اللي ما بتحبوا التمر الهندي هيك دون اي شيء ممكن تحطوا عليه سكر فضي ممكن لو ما تحط اي شيء هو زاكي بعد ما خليناه يغلي ربع ساعة على النار بنعصرها مزبوط مزبوط ومستعمل ايدينا موجود في الفيديو كيف نعصره يعني هيك الحب بنمسكها بنعصرها عصر من بنعصر كل اللي فيها واخر اشي بتحطه خاص اخر اشي انت بعد ما عصرتهم بتفرغه في عبوات عندك في مطرات او بتحطه في أكياس وبعدين بتحتفظ فيه في مكان بارد وكل يوم او حكينا يعني حسب انت يعني اربع كاسات في اليوم بعدين بتخفف بتخفف حتى ممكن توصل توصل لكاس يوم اي يوم لا زي ما بدك ممكن تحط ربع كاسة منه يعني هيك احنا سوينا عصير مركز بصير تحط ربع كاسة آه يعني عفوا ربع الكمية في كاسة وبزيدها مي لانه مركز كل يوم زي هيك يعني بتحط ربع الكمية وبزيدها مي وان شاء الله انكم تستفيدوا هاي الوصفة لانها جدا جدا مفيدة والرجال لا تسهينوا فيها وانا لانه بعزكم بحبكم حبيت ان افيدكم في هاي الوصفة خصوصا انه في ناس سألني عن ترك العلاج فرجاء بترك العلاج انه يستعمل معاه وصفات طبيعية وهاي من الوصفات المهمة وبتمنى الشفاء للجميع ودعواتكم مع السلامة